هذا وسلطت الصحف والمواقع العالمية الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولف شولتز بعد مباحثات جمعت بين الزعيمين بشأن المشهد المتوتر في الشرق الأوسط. حذر الرئيس السيسي من أن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر قد يؤدي إلى حدوث الشيء نفسه للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.